كل التفاصيل اللي انت تابعتها واللي انت عرفتها انا هحاول اتناقش واوصل لك لاجابات. انا معايا على التليفون دكتور محمد ابو عبلة، رئيس الجهاز، دكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي الاسبق بالنادي الاهلي. يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. يا اهلا يا ابراهيم، مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. يا ربنا كمان. اديني تقييمك لمساله اصابه صلاح ومساله عدم الاعلام مباشره بعد الاصابه وبالتالي كان رحيله على طول الى ليفربول، ولماذا تاخرت المده؟ يعني والله خلينا برضو في الاول نتفق ان مش دايما في كل الاماكن بتبقى حوالينا كل الامكانيات ان احنا ندي تشخيص فوري. يعني في كتير جدا من الاصابات بناخد وقتنا لغايه لما نعمل الفحوصات ونعمل الاشعاعات وبعد كده نقدر نحط ايدينا على التشخيص الصح والقرار اللي هيتاخد على اساس ان احنا نرجع ملعب تاني من الاصابه دي. فده بياخد وقت على حسب انا عملت في الاول مثلا فحص طبي وقدرت ان انا اوصل لبعض المعلومات. الفحص الطبي ده بيدعمه اشعاعات، معايا جهاز سونار بقدر اعمل بيه اشعه، لو لقيت ان انا مش قادر لسه بدور على جهاز رنين مغناطيسي، وفي الدول الافريقيه ساعات بيبقى الموضوع صعب شويه في ان انا اوصل لده وان انا اعمله ما بيبقاش متاح قوي ان احنا نعمله مباشره يعني. فوارد طبعا التشخيص يتاخر شويه لغايه لما الادوات بتاعتي تكتمل ان انا اقدر اخد قرار صح يعني. صحيح. طب كان ايه السبب ان الراجل يمشي من معسكر المنتخب من الناحيه الطبيه ولا يتم تاهيله وتجهيزه داخل المعسكر، وانه ما يرجعش وانه يرجع مباشره على ليفربول؟ ليه ما كملش مع الناس؟ انا بسال طبي عشان الحاجه اللي انا ما يعني افهم فيها ادي للناس معلومه صحيحه. والله برضو خلينا كلامك طب يعني. احنا يعني اللي اعرفه ان عندنا منتخب مصر كجهاز طبي انا شايف انه في احسن تجهيزات سواء على مستوى الافراد كطبيب فريق رئيس الجهاز الطبي الدكتور محمد ابو العيلة، او حتى الافراد اللي موجودين في الجزء بتاع العلاج الطبيعي او الجزء التاهيلي. وبرضه في امكانيات كويسه جدا جدا بتنافس الانديه الاوروبيه وبتنافس حتى الانديه اللي موجوده في مصر. يعني احنا كنا وانا كنت موجود في النادي الاهلي، احنا كنا في بعض الحاجات كنا بنعملها ساعات، وفي بعض التجهيزات ان اللعيبه بتاعتنا ما تحسش ان في فرق في التجهيزات او تطور التجهيزات اللي موجوده في المنتخب. اللي عايز اقوله ان المنتخب معاهم تجهيزات كويسه جدا بيتنقلوا بيها حتى في الدول الافريقيه. فانا شايف ان المنتخب فيه امكانيات كويسه جدا لعلاج اي اصابه لاي لاعب في اي معسكر، بيبقوا مجهزين لده كويس قوي. في بعض الحاجات اللي ممكن تكون ناقصه او ممكن تكون تعتمد بقى على المكان اللي احنا موجودين فيه. ليه علاقه بتجهيزات الجيم مثلا، ليه علاقه بحاجه زي الهيدروثيرابي، في حمامات سباحه علاجيه ممكن نستخدمها في علاج الاصابه. كل ده له علاقه بنوعيه الاصابه اللي اتصابها محمد صلاح؟ يعني الحاجات الاوليه اللي هي ليها علاقه بالعلاج الطبيعي او الحاجات التاهيليه الاوليه، انا شايف ان هي اعتقد يعني ان هي كلها ممكن تكون متاحه مع المنتخب. ممكن تكون متاحه. طيب من وجهه نظر حضرتك ليه محمد طلع على ليفربول؟ يعني انا لو هتكلم طب مش ده هل مثلا من الناحيه الطبيه هم عندهم درايه اكتر مثلا يعني بحجم الاصابه، بنوعيه الاصابه، بكيفيه التجهيز، بالحمل اللي يطلعوا بيه ينزلوا بيه، الحاجات اللي شبه كده، ولا حصل تنسيق؟ انا بقول اي حاجه ممكن تكون بتبادر الى ذهن الناس يعني، ولا حصل تنسيق الى درجه طب جهزوه لنا يا جماعه، جاهز عندكم اجهزه او اجهزه اعلى شويه في التقنيات، جهزوه لنا بسرعه ورجعوه لنا لان احنا ما عندناش نفس الاجهزه. انا بسال حضرتك لانك تعاملت وعارف القصه. احنا ايه الموضوع؟ طيب ده انا يعني احكي لك على حاجه ممكن تكون مشابهه شويه. أرجوك. اللي كان بيحصل ما بيننا كنادي اهلي وما بين المنتخب. ارجوك. احنا كان في بعض اللاعبين ساعات كان يحصل بعض الاصابات وكانت بتبقى في معسكرات مشابهه لكده، اللي هو معسكر فيه اكتر من مباراه. وكان القرار في وقتها كان بيتاخد ان احنا ما فيش ما يمنع ان اللاعب المصاب ده يكمل تاهيله مع المنتخب ويبقى في ميسنج المباراه مثلا او مباراتين او مباراتين ويرجع يكمل مع المنتخب تاني ويفضل في معسكر المنتخب ويتعالج في معسكر المنتخب.
والحاله ديت حصلت كذا مره، وكان تالي فاكر ان قفشه كان حصل عنده اصابه في العضله الاماميه في مره وكمل مع المنتخب وتعالج معاه وما شاركش في مباراه تقريبا، ورجع شارك بعد كده في المباراه اللي بعد كده، وكان في تنسيق طبعا في ايه الاصابه وايه اللي حصل. اذا هي رغبه بيبقى في اختيار من اثنين، اختيار ان اللاعب يرجع للنادي بتاعه ان هو يتعالج فيه لو لحقوا بالمباريات اللي هتبقى موجوده في البطوله مش هيبقى وارد، او لان الامكانيات اللي موجوده مع المنتخب مش متناسقه مع الاصابه او هيبقى في امكانيات اعلى من كده. في حاله لو بنتكلم على الامكانيات زي ما قلت لك انا طبيا المعلومات اللي عندي يعني واللي انا شفتها في منتخب مصر طبيا على مستوى الافراد وعلى مستوى التجهيزات، انا شايف ان في افراد وتجهيزات على مستوى تنافس الانديه الاوروبيه. طيب تنافس الانديه الاوروبيه، طيب دي نقطه مهمه. اسال بقى السؤال رقم اتنين، هل احنا بنتكلم على انه قد يكون هناك رغبه للاعب في وقت من الاوقات، ولا هي مش مساله رغبات، هي مساله جهاز طبي ونادي وجهاز طبي ومنتخب؟ برضه علشان ما نحملش الموضوع في اتجاه واحد، لو احنا كأجهزة طبية شايفين ان وجود اللاعب مع النادي بتاعه في ظروف ممكن تكون مختلفة شوية في تجهيزات، برضه زي ما قلت لك في جزء ملوش علاقة بالتجهيزات اللي بتتنقل مع الفريق او مع المنتخب، اللي هو اللي ليه علاقة بالتجهيزات اللي موجودة في جيم مثلا او في أجهزة رياضية او في أجهزة استشفاء، دي ممكن تكون مش متاحة طبعا انها تكون موجودة. لو ده مش متاح وانا شايف ان ده هيفرق ولو يوم واحد في علاج اللاعب، وبيبقى بتنسيق طبعا مع دكتور النادي، طبعا استفيد بده. يعني ما فيش ما يمنع، هي في الاخر الموضوع مش موضوع غير بقى الحاله النفسيه، وان هو لو اتعالج هنا هيبقى نفسيا مرتاح اكتر، اتعالج هنا نفسيا مرتاح اكتر. لما بنيجي نتكلم طب لو انا شفت ان الفرق هيبقى يوم واحد بسرعه الاستشفاء ورجوع اللاعب للملعب، انا مع اي قرار يساعدني في اليوم ده. طيب اسال برضو حضرتك سؤال تاني، مده الاصابه او مده الشفاء من اصابه زي العضله الخلفيه بتاخد وقت من قد ايه لقد ايه؟ بص يا ابراهيم، اكتر الابحاث اللي بتتعمل في اصابات الرياضيه وخصوصا في كره القدم بتتعمل في العضله الخلفيه. العضله الخلفيه ديت ما هيش عضله واحده، ده اكتر من حوالي 3 عضلات، وكل عضله لما بنيجي نقسم الاصابه فيها بتقسمها، هل هي في الجزء القريب للجسم من العضله، ولا في العضله نفسها، ولا في ما بين العضله والوتر، والحجم بتاع الاصابه قد ايه. فالتقسيمات الجديدة لإصابات العضلة الخلفية ممكن نلاقيها واصلة لحوالي 30 نوع مختلف من الإصابة، وكل نوع ليه الوقت بتاعه وليه الكرايتيريا علشان نرجع بيها للملعب من تاني. فالموضوع إلى حد ما علشان نقول بالظبط نرجع إمتى، إلى حد ما هو معقد شوية وعايز معلومات كتير جدا علشان تقدر تقف عليها وتقول هيرجع إمتى. طبعا المعلومات دي بتعتمد بقى الاصابه حصلت ازاي، هل طرق التاهيل بتفرق؟ يعني انا ممكن ارجع لعيب بسرعه بتفرق؟ طبعا تفرق في حاجتين، تفرق ارجعه بسرعه، وتفرق ان انا ممكن لو ضغطت بزياده في بعض الاوقات اخلي الاصابه تزيد وتتفاقم. وبعدين مش بشكل الاصابه في الملعب، يعني احنا انا لو نفتكر مع بعض علي معلول في كاس العالم للانديه في قطر، كان في مباراه بايرن ميونخ تقريبا، كان حصل ان هو اشتكى شويه من الام في العضله الخلفيه، وكان طالع من الملعب عادي وماشي على رجليه، وكنا ساعات يعني حتى ساعتها قبل ما نعمل الاشعاعات كنا يعني شكل الاصابه فعلا بسيط، وكان الناس طلعت في وقتها وقالت ده علي بيهرب وعلي بيتمارض وعلي مش عارف ايه. علي قعد في الاصابه دي شهرين، قعد فيها شهرين. فمش بشكل الاصابه ومش بالاجواء يعني ما بتتقريش، هي لازم لها فحوصات طبيه دقيقه. الموضوع في الاخر طب، والقرار الطبي لازم يبقى فيه. انا شايف ان الاجهزه الطبيه اللي موجوده سواء في المنتخب سواء بقى في ليفربول او على مستوى عالي جدا من الكفاءه، ان هي تاخد قرار طبي واضح بعيدا عن اي ملابسات ليها علاقه بقى باشياء اخرى يعني. صحيح. في اي حاجه حضرتك حابب تضيفها في القصه بتاعه الاصابه ونوعيه الاصابه والسفر الى ليفربول، ولا احنا جاوبنا على كل حاجه؟
يعني تهالي بس ان احنا يعني نمشي ورا القرار الطبي في الاخر. ساعات الحماس بيبقى واخدنا شوية ان احنا نفكر في حاجات تانية، لان احنا عايزين مصلحة المنتخب، عايزين ان احنا نشوف منتخبنا بيوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. يعني مش عايزين نمشي ورا ده كتير. في الاخر يا جماعة هو الموضوع في في الطب الاخر احنا عندنا والقرار الطبي اللي 26 بيتاخد راجل بكرة احنا لازم نقف جنبهم، احنا ما بالظبط. عندناش اي بدائل، احنا ما عندناش بدائل تانية يعني. بالظبط يا دكتور انا بشكر حضرتك ربنا شكرا يوفقنا جزيلا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.